بس لما رحت لبنان قعدت مع الراجل الفاوندر بتاع الانتربرنورشيب سنتر بتاع الام اي تي، راجل عنده بتاع داخل على 80 سنه. قلت بقى حلزق جنبه كده في الغدا واقعد بقى اعيش دور ان انا سكند شورت ليستد سيمي فاينالست ومش عارف ايه، اقول له ايه رايك في المنتج الجامد بتاعي اللي هيغير حاجه اللي اسمها سمارت جريد وشبكات الهوم يوتيليتيز في العالم وشبكات الطاقه، وبعمل حاجه عظيمه. طبعا لما تيجي تقرا البيزنس بلان والبروبوزل بتاعك تحس انا النهارده لما بقراها بتبسط. قال لي حبيبي انت مش هتنجح كده وش وش يعني من الحاجات اللي احنا بنعملها في البودكاست ده اللي انا بقول لناس كتيرة جدا، انت الحاجات دي الناس من 10 سنين او من غيره ما كانش موجودة ان هو يتعلمها، ويتعلمها بوجع جامد بعد ما خسر كتير وكده. فمعلومة من دي بتوفر على اي واحد سنين واخطاء كبيرة جدا ممكن يقع فيها. اصلا بص، اي حاجة في الدنيا ليها لايف سايكل. الشمس اللي بتنور دي ليها لايف سايكل. مش معقول جوجل هتفضل جوجل طول العمر، تمام؟ ولا امازون ولا ابل اللي احنا دلوقتي ابروتشنج 3 تريليون ويمكن اكسيدنج 3 تريليون فالويشن. معايا النهارده رائد الاعمال ومؤسس شركه هوبو ديجيتال محمد عماره. ازيك يا باشمهندس؟ عامل ايه؟ ازيك يا احمد؟ الاخبار؟ اخبارك ايه؟ كله تمام.